نعم، ومع ذلك هناك سؤال مهم الحقيقة حول منطلقات هذا الحزب الشيوعي في التعاطي مع المسلمين. هل هناك عداء عقدي أم هو مبني على تحقيق المصلحة المادية أو الاقتصادية؟ طبعا هنا أداء عقدي، لأن الحزب الشيوعي خاصة يعني هذا الرئيس، رئيس شي جين بينغ، هو ادعى كثيرا جدا أنه قوي ويلتزم بمبادئ الشيوعية الرسمية، ويقلد بماو تسي تونغ الجلاد الأكبر للحزب الشيوعي. ومنطلقا من هذه المبادئ، هنا يعني أداء عقدي على جميع الأديان، خاصة على الإسلام والمسلمين، هنا يعني أداء قوي جدا. فلذلك لماذا العداء هذا أكثر على الإسلام والمسلمين؟ نعم، فلذلك هذا الرئيس يوميا يجبر على يعني يستخدم كل القنوات الإعلامية في داخل الصين وفي تركستان الشرقية، أنها ستسوي كل شعب، سيجمع كل شعب أقليات يعني في يعني محضن الأمة الصينية، بمعنى أنه سيغسل أدمغة المسلمين من دين الإسلام، كذلك يطهر تركستان الشرقية، الإسلام من أفكار تطرفة، من أفكار دينية، كل يوم يستخدم هكذا. ومن انطلق نحن ولسنا نحن بس، الإنسانية كلها الآن اكتشفت أن الصين تريد محو الإسلام ومحو معالم الإسلام من تركستان الشرقية.